السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحب والصحاب، كيف بقيتو؟ مزيانين صحه لاباس؟ وجدتوا شي حاجه ولا ما وجدتوش؟ كنشكركم بزاف اخوتي على التعليق ديالكم، كنشكركم بزاف اخوتي على النصائح ديالكم اللي كتكتبوا لنا مؤخرا في هذا الفيديو اللي فات. شكرا لكم بزاف كاع العيالات والمساكين اللي كيوصيونا وكيتهلاو فينا، كنقول لكم شكرا لكم بزاف. وحنا على قد المسؤوليه، اللهم لك الحمد، وحنايا راه قايمين بالواجب ديالنا الحمد لله ومقابلين. واليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي يجي عندنا واحد الضيف عزاز، واغلبيه بزاف كتشوفوا معنا في القناه وكتشوفونا كنمشيو عندهم بزاف ان شاء الله. ما نقولش شكون تتشوفوا، شكون غادي يجي عندنا اليوم. ايوا اخوتي، راني دابا كنوجد شويه ديال الغديوه، درت شويه الدجاج كنعاد بالضغميره وردت شويه ديال السفه، وهنا راني كنقي هذا الكاوكاو هذا ان شاء الله، هذا باش نحمرو ونقليه شويه باش نزوق به ديك السفاكه ديال الشعريه. ايوا خليكم معنا ان شاء الله، غنشارككم معكم هذا النهار، غتعرفوا شكون هاد الضيوف هادو اللي غادي يجيو عندنا ان شاء الله. وتحياتي ليكم، كنحماقو عليكم. بابا صحابه انتم دابا الشعريه درت التصفيره الاولى، ها انتم كنتي كتجي مفركه، ها انتم درت شويه ديال الزبده هنايا، ها انتم هنايا. واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم البنات، هي فاش تبغي تطحني هاد الكاوكاو ولا دايره اللوز ولا دايره شي حاجه، ها انتم دايره مع السنيده كاوكاو حمرتو غير شويه، خليتو شويه بقشورو، وكتجيبي واحد الخميشه ديال الفاني بحال هادي. هاكو عارف الفاني كيعطي واحد المذاق واعر، كديري هنايا في وسط كاوكاو بحال هكا، هكا بحال هكا، وحيدا كديريها هنا في وسط الشعريه هنايا، عرفتي الريحه ديال الفاني اخوتي كتحمق ليا من بعد، هنا كديرها هنا في الشعريه باش كتعطي واحد المذاق، واحد اللذه متشبعيش منها، كتجي واعره وجربوها على ضمانتي كتجي فنه. وهنايا راهي الضميره ديالي زعما بدات كطيب، بسم الله نوريكم. جوج اخوتي على الرغيفه راك معاهم، ها انت بدات كتغمض الطاسه، بدات كتاكل كلشي صافي، فيها الكبادي فيها كلشي المرقه. خصني نزيد شويه ديال الزيت، غير نشف شويه غادي نزيد شويه الزيت، انا سلقت لهم شويه ديال البيض هنايا باش غادي نزوق به حتى هو، هو هذا هنايا صافي. وبقى لي خاصك معافين الزيتون وشي شويه ديال هذا ديال الحامض المصير مع الهريسه، غنزوق به ان شاء الله. والدنجه تا هو جينا لكم الدنجه، شوفوا الدنجه، ها هو الدنجه، شوفوا الدنجه، ها هو الدنجه تا عدت، الدنجه تا خطير هاد الدنجه هاك صافي. غنزيد شي شويه الشلاضه وهذا الشيء، وخليكم معنا، راه قلبوا الضيوف يوصلوا عاد دابا صلوا عليا راهم جايين. والمشاهدين كيف كتشوفوا الضيوف دابا راه وصلوا بخير على خير، وجاو من عندنا مساكن من بعيد، ماشي بعيد بزاف، انا غير شويه قريب، ونحلم دابا باش يدخلوا ان شاء الله، يدخلوا مرحبا بهم يا ربي امين. ومعانا تشوفوا شكون، ندير لكم سيسبات شويه، ومعانا تشوفوا شكون اخوتي من راهم وصلوا بخير على خير الحمد لله هذا بفضل الله، ومرحبا بهم في اي وقت يا ربي امين. ويلا مرحبا بكم، يلا خويا هشام ولطيفه. معنا هشام ولطيفه، ومرحبا مرحبا، نقولوا مرحبا لهادشي اللي نقولوا. السلام عليكم، السلام عليكم، مرحبا مرحبا سي نوال، غبرتو. السلام عليكم اخوان اخوات، لاباس عليكم؟ قناة البهجة، الله يحفظكم والله يكبر بكم ان شاء الله، يا ربي يجي الحاج والحاجة ان شاء الله يكونوا بخير على خير. بلاتي نزلوا خاي حمزة. اه مرحبا، السلام عليكم متابعين قناة البهجة. ايوا حنا جينا دابا ثاني عند قناة البهجة، هاجمين عليهم واخا ما كاينش الحاج، واخا ما كايناش الحاج. مرحبا اختي نوال، كي دايرة؟ مرحبا بكم، لاباس عليك؟ الحمد لله على سلامتكم، كي دايرة جميع؟ الله يحفظكم، شو كاملين ان شاء الله، ان شاء الله. ايوا شكرا لكم بزاف، واخا ما كاينش الحاجه والحاج، لا لا الحمد لله كاين نوال، كاين وفاء، كاين وتبارك الله حمزه وايوب، الخير والبركه، الله يكبر بك. مرحبا بكم اخويا، بسم الله نمشي من ديك الجهه من ليه. السلام اخويا، السلام عليكم، شي حاول بخير، انا كيفاش بخير؟ ايوا تحياتي لقناة البهجة من الصغير حتى الكبير، وشكرا على التتبع ديالكم اختي وفاء وخويا ايوب وصندوق. وكما كتشوفوا دابا عندهم واحد المسؤولية دزنا عند خويا ايوب، صراحة مسكين تمارة ونتمنى الحجة والحاج ان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، نتمنى يدوزوا كل شيء بخير وعلى خير يا ربي، ونتمنى الفرحة والسرور وكل شيء ان شاء الله يكون عندهم يا ربي.
لقينا جايبه لنا قال لك الدانون قال لك الجو ديالك الله يكثر خيرك علاش ما شفتيش الوالده معاك والله انا قلت لها علاش ما شفتيش الوالده جبتيها مسكينه تتكتشي شويه زعما في الحق راس الحاجه الحاجه غاده تكون كبيره حسب ضخامه دابا تبارك الله اختي وفاء اختي نوال لا خطيبه ولا ايوب والله العظيم لا احسن تربيه وتبارك الله الصواب والاداب ربي يخليك اختي الحمد لله راه قلاتنا الشمس الله العظيم حنا بسم الله الهضره مرحبا بك اختي واش قلت لكم اخوتي ضيافه على راني ما كذبتش عليكم واليوم ساكن جبت كنسولوا فينا وراك معاك لطيفه راه بحال اختي راه ماشي زعما تقولوا صديقه والله الا بحال المقام ديال اختي والله العظيم راه عزيزه وغاليه وكتجرب بحال اللي كتجلد ها ما تاخذ حريتها هذه الهديه ديال الخاوله غير المالح اه وي نحشم عليه والله الا كتعذب والله بغيت عندها ديما معذبه جايه معذبه شوف كل واحد جايبه له حقه ان شاء الله حميد امي حاده نشوف امي الدريسيه ان شاء الله جينا قالت لكم تكونوا جايين دوزوا عندي نشوفكم واختي حفيظه حتى هي غادي ندوزوا نعزيوها تواصلش معايا والباب حتى هي قالت لك جيو عندي كل واحد ضروري نكبر ان شاء الله كتبغيكم الله يا راكي ديالنا والله زغالين والله ونشوفكم راه شكرا لك الله يعطيكم راسكم ويعطيكم الخير اختي لا انا صافي دابا انا الريجيم دابا الريجيم اخويا هشام لا اخويا انا شويه هشام الله يسمح لنا من كاس شوف عليك الله يلا شوف عليكم انا والله الا شحال ما شفتوش لا وفاء صافي حبسي انا والله اختي نوال ضعفت انا نوال نوال خير الله يسمحوا لي الله يعطيك الخير هذه ديال ماما وفاء غريبه على ملي تجي الحاجه راه كضروري كويري لطيفه والله الا كتعذبوا راسكم اختي شوفي يا لطيفه والله الا ملي كتجيو غير المشيه ديالكم هاد غريبه هذيك ما كنضغط انت ما عجبتها الله يكثر خيرك يا حبيبه شكرا ها انتم ها الله يرحم الوالدين اختي شكرا يعطيك الخير الله يكثر خيرك حبيبه تنادى راه كاينه قالت لي قالت لي راه كاينه لطيفه كبغيت نجي نشوفها لا ضروري راه معنا خديجه حتى هي مسكينه عزيزه علي الله يكثر خيركم وشكرا لكم والله بعدا الحاجه مزيان الله يرحمها الله يكثر خيركم الحمد لله شي عرب الاخوان لطيفه راه واحد الناس ديال وفاء ونوال والحاج والحاج صح حنا راه حنا ما كاينش ما نعاودلكمش وتا انت خويا هشام والله راك على زغالي الله يرحم والديك زعما كاين راه ايوب تيقول لي شوف راه انت خويا والله الا جو مرحبا بكم الا مسكين خدام قلنا لي راه حشمنا ما كاينش الحاج وهذا قال لك شوف لا دار داركم والله الا قلت لي غنمشي لفران نمشي الاول وفاء قلت لها نمشي لفران زعما كاين واحد النهير وانا نجي قال لي والله ما تمشي واش تدوز هادشي غزال وفاش بحال السلاحه هشام او دير الطوموبيل في الدار باش ما تدوزش هي الحلوه عجيبه فيه البريستيج والله الا ايوا فين وزيدو مرحبا بكم هادو نهار كبير هذا صراحه والله العظيم الحمد لله والله العظيم من هنا راه والا كانت توصل بلاصتك بقات كبيره هي والحاج والله مسكينه المهم نتمنى ان شاء الله يدوزوا المناسك ديالهم على خير ان شاء الله الله يسهل بصحه جيده ان شاء الله ويدخل عليك ديك الحجه بالصحه والسلامه وطول العمر يا رب وسمحوا لنا الحجه ولا سمحوا لنا عواتكم معنا زيد اختي مرحبا بكم هي الشعريه ديالي عرفتي اخوتي كي جات فيها ريحه الفاني بس فيها دخل شد الفاني والسكر وشوية الزبدة عرفتي جات لذيذة دابا راه طايبة صافي هانتوما شوفو شوفو طايبة شوفو هانتوما شعرة لخت دغمي راه تاهي صافي راه وجدات هانتوما هاهي هادي هاهي دغمي راه شوفي وجدات جات واعرة تاهي ها اليوم هاد المرة درت شوية البنات سلقتو
باش نزوق به البيض وغادي ندير شويه ديال كما قلت لكم الحامض مع الهريسه صافي باش نحطو خوتي غدا راه مشى الحال خصهم يتغداو مساكن غادي يكونوا عيا وانا بغيت ما يتغداو ان شاء الله ويتكاو يرتاحوا شويه وديك الساعه كنشوفو فين فين نصدقو فين نمشيو مرحبا بالصحابات هذا هو الطبق ديالك مع فين الدجاج الضميره درتو ها هو دابا نديهم باش ما يبردش يقبلوا عليا وصافي والله الا يسمحوا لي بزاف والله العظيم راه درت هادشي وحشمانه منهم صراحه هذا ظريفه راه تكون مسكينه ما كتسخن لي ما توجد ومرحبا بكم نهار كبير هذا قبلوا علينا والله العظيم يا اختي يا ربي امين اختي الله يرزق كاع الوليدات يا ربي امين اختي على اختكم حبايبكم اللي عندهم الامتحانات الله يسكن راه صحاب الباك وصحاب الجهاوي الله ينجحهم يا اختي السي حمزه ويا عيشه قبل علينا يا عزيز اسمح لينا اسمح لنا والله حبايبكم والله الا مشيت تنهضر مع ولدي بخير اختي بخير وعلى خير الله يحفظك السي حمزه وفاء اختي الله يحفظكم والله يكبر بكم الله يكثر خير هات بلاصتك الحاجه وايوب ايوا راه هي والله الا الله العظيم اي بالعشيه ان شاء الله يكون هنايا الله يرحمك ان شاء الله خدامه ما تنساش الله يرحمكم الخير والحمد لله انا غير كبيتي ولي الخبز خليو الايوب تاخذ خويا هشام رد على المشاهدين والله انا امرض انا لا ما تكتبوش الصراحه والله الا اختي وفاء كل حاجه تبارك الله الله يكبر بكم بصحه وراحه بصحه التغميره محمره داك الشيء بصحه وراحه تا 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 وفاء تتعترف ياك وفاء تا وفاء تتعترف ياك وفاء قلت لها تا وفاء تتعترف خاونه بزاف انت راه ما بانش انا وقبل عليا احسن اكل انا عندي والله الا الدجاج الضميره واخا انا راه حصه عمري شفتو مع المتتبعين انت ما كديرش في الدجاج لا لا كندير فاش كنقدو واحد الضميره دايزه الكلام والله غزاله بالحلاوه والراحه ياك رجله يوفقكم وراحتكم عطاك الله الصحه والصحه حبيبه بصح على العذاب لا ما تقولش لك هضر حشومه عليك والله غير الصحه والراحه انتم متعوبين من الضميره منين بالصحه والراحه ومرحبا بكم ديال الخاطر تشريع والله يفرحك بنيتك سمحوا لي بالعكس والله درت اكثر من جهدك وهي السفته ديالك مزيها زم مدينتها هذا الطبيصل طبيصلاته مجوج معايا نحطو باش محطه سخونه غير عذبناها ويلي سخت بزاف هذا الضو والله غير سمع لينا والله ما دير وجهكم والله تبارك لك لينا والله ما دير وجهكم والله الا كلينا مزيان الله يعطيك الصحه والله ما جيناش نعذبوكم اختي والله سمحي لي والله اللي كاين داك
ناكلوا معاكم. شي انسان يضحك غير في وجهك شكرا صافي ما خلاش والله العظيم. بسم الله هاكو بسم الله بسم الله نزيدوا هذا زيد اخويا ضروري بلاصه ضروري الله يحفظك وفاء وفاء ماشي مره ماشي جوج ولا بسم الله هذه ما شريتها والله لو بغا نصوبت شهيتها يومي وتشكيتي غير هو هشام خرجت هذا الدجاج انت جيتي سالات سمعتكم انت وحمو عليك انا سمعتك داكشي اللي تمني لحق داكشي اللي تختو عرفتكم وراحتكم تستاهلوا والله خوتي ماشي بوجههم الا اختلاف خوتي الله يقبلوا عليكم دار كبيره والله العظيم اختي خولتها هي ما كنحسبوش رسنا بالراجل الله يرحمها والله القسم اللي كاين ناكلوا معكم غيلقاكم على خير وبخير هذاك هو الصحه والراحه بسم الله بسم الله تحيه كبيره للمشاهدين ديالكم كاع اللي دخلوا عندي وتيكبروا بيا الله يكبر بيهم. شكرا على داك الكومونتيرات الزوينين اللي كيصيفطوا لنا ونتمناو ان شاء الله يشجعوا اختي وفاء وخويا ايمان. انتم شجعوا لطيفه وخونا ديالكم مع الحال ان شاء الله وعاونوهم بخير وعلى خير. عاونوهم اخوتي رانا وفاء دابا طيب مسكينه راه بدات مسكينه المشروع ديالها بدا كيتحقق راه دابا خونا مسكينه اللي مازال حتى هي خذت ابونا وعندها وعند اختلاف حتى هي ان شاء الله. تبارك الله ملي جيتوا عندنا ذاك النهار من موراك وشدي بزاف حالة البهجه واش كاين شي طرحين جينا مرحبا بكم وانا نقولها لكم دابا في قناة البهجه مرحبا والف مرحبا الله يلا مرحبا بينا قال شي حقنا شي حاجه خايبه كلهم تيخليو لنا الكومونتيرات زوينين لا لا حنا متابعين ديالنا صراحه والله يلا بدون استثناء نعم راسنا الله يلا كنشكركم طيبين في المستوى شوفي راه كل واحد كيعرف داك خويا هشام داك خويا ناكلو هاد السفه تاعنا واش خلاها 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 واش لوز اشنو هذاك؟ لوز لا ماشي لوز هاك لوز هذاك راه كوكب كوكب هذاك انا واه مزيان ما تيفرز اللوز من الكوكب المهم جاني المذاق ديال اللوز مزيان بعدا ما تيبان بحال والله الا تيبان بحال راحتكم الله يعطيك الصحة وانتم المشاهدين دابا غنبقى لنا غدا ياسر غنحطو حتى هو ان شاء الله باقي بعدا ديك البطيخة وفاء قولي لي كي دابا انت جبتيها انا تقديتها بسم الله بسم الله باقي قولي والله حلوه وما حشمتيش حتى زين التصيد ديال ديال باش هذا والله لا بحال خوتنا والله عزاز وغالي والمشاهد غتسالوا على ايوب ايوب كما كتعرفوا دابا راه كاين في الخدمه كاين في الخدمه ديال الحاج واليوم السبت يكون عنده الخلاص بالنسبه للاول نهار عنده ديال الخلاص خصو يكون عرفتو راه ناض الصباح تيقول لي في لاجوندا بالستيلو تقيد باش ما يزبل حتى شي حاجه وداك الشيء باش راه ما جاش اليوم يتغدى معنا ولكن ان شاء الله بالعشيه غادي يكون هنايا ان شاء الله وغادي يسلم على خويا هشام وراهم دازوا عند ايوب طلعوا عليه وعاد جاو لهنايا ونتسناو بالعشيه ان شاء الله بما يخلص الخدمه ديالو توا تهنا فاش غدا الحد ان شاء الله ما كاينش الخدمه ونعطيهم دابا الديسير وخليكم معنا بما جا ايوب وصحتكم راحتكم السلام عليكم مشاهدينا ديالنا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين كما كتشوفوا اليوم راه عندنا السي هشام خصو لطيفه مرحبا بهم راه دارهم هذه انا اليوم راه كنت مشغول شي شويه ما كانش بامكاني نحضر معاهم بغيت نجلس معاهم شي شويه ولكن ما عنديش كيفاش ندير ضروري نقابل دابا الخدمه ديال الحاج كامله ايوا داو معنا ربي يسهل من الامور ان شاء الله يا ربي اليوم كانت عندي الروينه شي شويه خلاص ديال الخدامه وهذا سير هنا يجي هنايا الحمد لله الامور ديال السي بخير وعلى خير ونتمنى للوالد والوالده ان شاء الله حج مقبول وحج مغرور درب مغفور ان شاء الله رب العالمين ومعنا سي سفيان تبارك الله معايا الدار هذاك ديك جو ما شنا تبارك الله الحاج كنا تنشوفو شي فيق الصباح تيمشي بكري وكرجع بالليل تنقولو المهم شفنا بزاف ديال المسؤوليه عند الحاج تبارك الله وراه عاد حبس بزاف ديال الشوامب فهمتيني بزاف ديال لي شونتي راه وقفهم الحاج تقريبا دابا كاين غير شي سته ولا سبعه ديال لي شونتي هما اللي راني طالع مقابلهم راه داير ما بجهدو ضروري الخدمه ديال الحاج انا اصلا يعني قبل اليوتيوب وهذا راني كنت مع الحاج ماشي يعني ماشي تغلبني الخدمه وهذا انا عارف الامور كامله عارف شنو كاين عند الحاج عارف الخدامه عارف هذا الحمد لله الامور كلها مضبوطه فوق البوطه ايوا ملي جا اليوتيوب جلسنا مضبوطه فوق البوطه ملي جا اليوتيوب حبسنا الخدمه مع الحاج واخا كنت مره كنمشي نعاونو ملي توقف عليا في شي حاجه ولا داك كنمشي عنده ودابا حنا كنتقاتلوا باش نديروا شي بروجي ديالنا ان شاء الله باذن الله والله يسهل الامور للجميع اخوتي فين هو هشام انا سو تما جو عياني من طريق الدرك تديت الدوله
شنو داك الكادو هذا اللي جبت منه؟ هذا جبتي الوفاء. هذا سيدي نسينا لك ديك المرة جبنا واحد البوشطة واحد اللون. شوية جبنا له دابا الذهبي هذا لقى على أيوب الآخر. فين هو الشيء اللي كان باين؟ الأربعة ديالك هذه بالك تراجع. الأربعة ديالك هذه بالك تراجع. لا وفاء كتصنع. مازال مشافنيش هذا. قول لها بطارة جبنا لك مفاجأة جاوب جاوب. الله يعطيها وفاء. قول لها بطارة جبنا لك المفاجأة. نالو نوفا هبطة هبطة ما عندك هبطة قول له جيبي معك تليفون جيبي معك تليفون اصلي بغا تجي واعرة مع عندي التليفون كامل كحل الدار ديالو كامل كحل هادي تبيع ياك هادي زوينة شي زوين فيها البروتيج الكاميرا فيها البروتيج الكاميرا فيها كلشي كلشي ديالها زوينين هادو هاد البوشيطة صوتو ديالها الله خلاص زوين انت نتا تجي وفاء باه شوف اختي وفاء ما حقيتيناش دابا انا هو اللي ما قدرش نتحدى بالرجل نديك واحد الحاجة سلمتي لي يا ربي تقوى نديك واحد المفاجأة يا صور شنو هي المفاجأة باه جاب الحولي الحولي بعيد المفاجأة هي غادي نمشي نبيع التليفون دخلت عليك خايبة قال لك غيشري لك بيسي شنو اللي عندي شركة عند الشركات يا الله سي مهم الله إلا جيتي بحال شي هندية بعد أنا لا لا الجولد في الجولد ولكن غتعطينا البوشيطة القديمة إيه غادي نديرو عليها شي جيب وي دار عليا هدية بعدا واعر تحريك هدية ماشي انا خاصني يقلب يقلب انا نحب من الله من الاهتمام الكمال اخوتي راه دار الكمال هذا ولكن الزوجه بحال طلعت دابا نعاودوها ماشي مشكل الزوجه طلعت جواعر جواعر ويلي 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 اصلا زعما جاوبكم جا التليفون اللي كيجاوب الجولد مع هاد الشيء راه بصح لا شفتو مع الجولد مع البلاك عرفتي كيطلع ولا مع الكحل تا البيض يجي ولكن هذا يحافظ عليها كلشي راه فيها ديال الكاميرا فيها لعيبه الكاميرا هذا غتحافظ ولكن يسهل عليك ربي يسهل يسهل عليك ربي يعطيك شي رزق ما شافوه لا عينين معجنون واخا لا شوفوا شي عين ربي الله يلاه يسلمك شافوا عينين مقاصد يدين معجنون رجلين عرفتي درت لك عرفتي تحاول تدخل فيك الضباب درت اللي يقول لك عشيري لا لا والله يلاه لا كثر خير والله يسهل عليك كانت جاج الدغميه ما فاطرت والله اسيدي هذا الراجل هذا ما واكل شي حاجه مسكين كان عاني راه جوع قاتلني شوف اخوتي ما كاينش والله الا جيتي بحال شي هندي هذا الحمر ذاك التحميره ديال الهنود الهنود واش كانوا مازال في المغرب واعر واعر دابا خصك تصنع ديال بزاف باش تقن الو الو ولي يجلبوا الانظار الصفاره في راسك الخبار جلبوا الانظار والصفار وادفكم واحد الغديوه واعر الضيف تغدا معلوم بيان صلي لك السي هشام معلوم 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 يشوفوا الناس في الكاميرا معلوم بيان سيغ يلاه معنا يلاه جيب الصحه والراحه صافي هشام انا سمتك تكوشوا ماي كينغ اند ماي كوين الله يسهل عليك عزيزي الكون ده جيب بطاطا وجاج قالوا لي واحد المشاهدين قالوا لي ايوب كون جبت لي الذهب وكون جبت لي الذهب راه رخيص عادي ماشي والله الذهب 1000 درهم جيب الذهب جيب براسلي ديال الذهب 1000 درهم 1000 درهم براسلي كل شيء للمهم هذا ديتو ب 8500 درهم الناس اللي بغاتهم ايزوان 3 الترا كيدير دابا حاليا 8500 درهم 8000 درهم هذا شدي 256 جيجا عاد خالد كاين اللي صبر يلاه عاد خرج قلتي الاسبان ما سمعت الاسبان ايزوان 3 ايزوان 3 ترا شطاجي نختي انا والله عجبتك كنت مشيت شتيك البوش دخلت عندك مع مشكل جاي زعما ماي كادو وقلت شتيت هكا عندك بوش اخويا اخويا ديال المدن جغزه جغزه الله يكثر خيرك شكرا شو هذه وراه فيها المانيشي والله العظيم انا بدا عجبني جواعر 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 هشام مواطن الفرا ديالنا مساك واش غادي واخا ديالنا صافي مساكن ديالنا مساكن عمان واش غادي لا 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 بالعكس والله ها انتم مع الطاجين اخوتي وريهم المشاهدين واحد جوج ثلاثة او طاجين هذا طاجين حطيتي داك الشيء باش حطيتيه بحال الدغميرة غير شفتي حطيت لهم حطة
نديرهم بوحده سبيسيال. اوكي حنا ماشي بالفراره والتغميره نسخنوا راه بارد بارد بارد. كيفاش ندير التخنيخ الميكرو انت؟ الله لا لا ميكرو لا 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 ميكرو انا سخن مزيان اش دير كي ندير نسخنوا بالطاجين سخنوا الطاجين الميكرو ما تيعجبنيش انا سخن غير الطاجين نيت يلا صبروا عليه الطاجين نيت نصبروا اختي غير دير ليه ردي عليه الاخر ديالي جاكم الجاي الله خويا انت كتشوف هذا داخلين في هذا الشيء هذا زوينه داخلين داخلين والله والله غير صرعه الدجاج يلا سيدي مرتضى زرقته واش شنو فهمتيش على نمشي الطياب ديال الدجاج ماما الوالده ماما صحيح وزدنا شويه وزدنا شويه تحيه لخالتي تحيه لخالتي الطو الطو تنزلنا شويه عاوتاني حنايا كنهضر بصاكرون عندنا الله يعطيك الصحه والمشاهدين ديالنا انا يلاه عجبت هذا الدار مرحبا بالسي هشام الله يبارك فيك ان شاء الله تبقى تكا ارتاح معنا صحيت الله يبارك بحال اللي قال صحه الحمد لله الله يبارك الحمد لله مرحبا بك جيت مرحبا بالسي هشام صيفط العياده اللي هي ودخل صافي عييت والله الا نيت الستريس ديال الخدمه شويه الحمد لله هذا الهواء في المدكاش بحال الاخر دابا دار الشوم تيتسمى الشوم الريح كاين شويه الريح لا ماشي الشوم هذا هذا بارد شويه بارد الشوم هو اللي تيكون سخون سخون الشرقي سميتو كنقولو الشرقي كيصوت بحال هكا وكتلقى سخون الشرقي هذاك تينشف كلشي راه تيشناه تحس بهم ديالك ناشفين مزيان لقينا حمزه تهلاو فيكم هاد الناس حبينا حمزه والله ونعم الرجل تهلاو فيكم لا واش صاحبي راه حنا تنجيو للدار ماشي تنجيو راه كيف كتجي عندي انا راه كنجي عندك انا عارف راسي مرتاح بخير وعلى خير ماشي زعما مرحبا على الرسول عليك وحقيقه ما نكذبش عليك انا تغديت ثاني الله جينا تغديت دابا والله جينا عند ايوه لقينا زعما كاين داير الواجب بحال الحاج كاين الحاج راه تهنى امور غاديه كلشي بخير على خير الحمد لله خويا الله يحشمنا حقيقة هو تيدير شي شغل الله إلا تن أبوجو أبوجو الله يحفظك مسكين ملي كيفيق مع الخمسة الصباح ولا ستة الصباح حتى العشية راه يعني أنا شفت دابا اليوم شفت واحد شوية واحد النبدة المشاهدين ديالنا تحياتي لكم أتمنى لكم السلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله يلا